عندنا مشروم، عندنا بصل اخضر. اتفقنا ان الزبده والملح والفلفل مش معانا في المقادير، فدول التلات مقادير اللي احنا هنعمل بيهم النيوكي. طب اميره انا ما عنديش نيوكي ومش عايزه اعمل نيوكي او ما بحبوش، يبقى مكرونه، مكرونه مسلوقه ماشي الحال. اوكي هاخد في الووك هنا الزبده، هاخد معاها الملح، هاخد معاها الفلفل، عايزين تستخدموا زيت اوكي مش مشكله خالص، بس تسيح، انا عايزاها تقدح ولا اي حاجه بس تسيح. انزل معاها البصل الاخضر، واللي ما عندوش بصل اخضر او مش في الموسم بتاعه ممكن يبقى بصل احمر، ونقلب بس يطرى. هقوم منزله عليه المشروم، وده مشروم فريش متقطع شرايح. على فكره كمان النيوكي بتتباع في السوبر ماركت، لو حد حابب ان هو يشتريها مع المشروم والبصل وهو كده مروح البيت ويجيبهم ويعمل بيهم الوصفه على طول. يبقى بصل اخضر، مشروم، زبده، ملح وفلفل، نيوكي البطاطس، طبعا دلوقتي هنزل سائل. السائل ده ممكن يكون كريمه، ممكن يكون عصير طماطم، ممكن يكون ميه سخنه زي ما انتوا عايزين. انا هستخدم ميه سخنه حسب انتوا عايزين النيوكي يطلع بصوص ايه، صوص الكريمه ولا صوص الطماطم ولا زي ما هو كده براحتكم. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.